شهد وزير العدل المستشار عمر مروان تكريم أوائل القاضيات في الدورة الأولى للتكوين الأساسي للقاضيات بحضور كبار رجال القضاء. تضمنت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير والتقاط صور تذكارية في إطار حرص الدولة على تقدير القضاة ودعم دورهم في تحقيق العدالة، إلى جانب تقدير المجتهدين وتشجيعهم وتحفيز المتطلعين إلى مزيد من التحصيل العلمي والاجتهاد. تؤمن الدولة المصرية بقيادة رشيدة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن للمرأة المصرية دور بارز في نهضة أمتها وصناعة حضارتها، ومن ثم فقد حرصت الوزارة على ترسيخ كل الاستحقاقات الدستورية للمرأة وإتاحة تقلدها الوظائف القضائية من بداية السلم القضائي مثلها مثل الرجل سواء بسواء. ودوما ستكون الوزارة خير معين لكن وتعلي من قدراتكن وتوفر مختلف أوجه الرعاية اللازمة لتحسين بيئة العمل وصقل القدرات وتنمية المهارات.